خلينا نفوت في الموضوع لأنه حطينا الحديث أسباب التجسد. نعم. فإذا ليه الله عاوز يأخذ جسد؟ نعم. رقم واحد، الله يصر أنه يعلن عن نفسه للإنسان. كلمة يعلن كلمة جميلة، كلمة جميلة. لو أنا هفترض أن في جيبي الألم ده كان في جيبي غير مرئي. يعني إيه أعلن؟ يعني أطلع الشيء اللي في جيبي اللي هو أنا عارف إيه في جيبي. تمام، بس حضرتك متعرفش، بس هو موجود، بس هو موجود. فأنا يعني إيه أعلن؟ يعني أخلي المخفي يظهر. فده رقم واحد للتجسد. ما سبب التجسد؟ ان الله يصر انه يعلن عن نفسه للانسان، لان الله يريد ان يصنع علاقه مع الانسان. الله بيحب الناس. لكن هو مش بيعلن نفسه في طرق تانية، من خلال الخليقه، من خلال الكتاب. نعم. نعم. لا، عشان كده دي بنسميها وسائل اعلان الله عن ذاته. فالسماوات تحدث، يعني لما ننظر الى السماء وننظر الى النجوم والى الارض والزهور والطيور والحيوانات والبشر وكل هذه الخلائق، احنا بنتفرج على شخص مبدع. من المبدع وراء كل هذه الخليقه؟ الله. لكن هذا اعلان غير كافي. إعلان غير كافي. بعد كده بدأ الله يعلن على مدار التاريخ البشري تدريجيا عن نفسه، لأن الله ما يقدرش يعلن عن نفسه فجأة إعلان كامل. ليه؟ لأنه زي ما يكون بنور نور في عينين واحد طلع من ظلمة. لما يكون واحد في ظلمة، تمام، وطلعته إلى النور، ما أقدرش أحطه في نور شديد مرة واحدة. فالله عمل كده من بدء البشرية، بدأ يعلن عن ذاته في الخليقة، بعد كده راح زود الإعلان عن نفسه من خلال العقل والضمير، بعد كده راح زود من خلال الأنبياء، بعد كده راح زود من خلال الناموس، بعد كده كان لابد أن الله يعلن عن نفسه إعلان كامل. فعشان الله يعلن عن نفسه إعلان كامل، ما ينفعش مخلوق يعلن، ما يقدرش، فلابد أن يأتي الله بنفسه. فعشان كده أحد أسباب التجسد إن الله يريد أن يعلن عن نفسه إعلان كامل للإنسان، والغرض إنه عايز الإنسان يعرفه.